كان فان تشوان آن صحفيا فيتناميا تلقى تدريبا وتكوينا في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى فيتنام مراسلا لوسائل إعلام أمريكية. على مدى سنوات طويلة لم يتفطن أحد إلى أن ذلك الرجل الذي يبدو وديعا إنما هو جاسوس خطير، الرجل الذي خدع أمريكا. في مايو من العام 54 900 وألف انهزمت القوات الفرنسية في معركة ديان بيان فو مع قوات الفيتمين القوات الفيتنامية بقيادة الجنرال الشهير فون غويان جياب. كانت المعركة الفاصلة في حرب الهند الصينية والحضور العسكري الفرنسي في المنطقة. تلت تلك الهزيمة اتفاقيات جنيف التي وقعت في يوليوز من العام 54. في تلك الاتفاقيات اعترفت فرنسا باستقلال أقطار الهند الصينية وقبلت بتقسيم فيتنام إلى بلدين، فيتنام شمالي شيوعي يقوده هوشيمين وفيتنام جنوبي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك يكاد يجمع المهتمون بتاريخ المنطقة على أن حرب فيتنام كانت امتدادا لحرب الهند الصينية، بل إن الفيتناميين يسمونها حرب الهند الصينية الثانية وحرب العشرة آلاف يوم. عاما بعد اتفاقيات جنيف في العام 55 900 وألف على نفس الأرض الفيتنامية اندلعت الحرب التي ستستمر حتى العام 75 900 وألف بين جمهورية فيتنام الديمقراطية فيتنام الشمالية وجمهورية فيتنام أو فيتنام الجنوبية. كان الشماليون يحظون بدعم مادي من المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي والصين، وكان الجنوبيون مدعومين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها في المنطقة. في هذه الحرب التي لم تكن موضوع إعلان رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، ظل تحديد تاريخ بدايتها موضوع نقاش حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي، حتى العام 98 900 وألف حين تم اعتبار المستشارين العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في فيتنام بعد فاتح نوفمبر 55 من قتلى حرب فيتنام. كان السائد أنها حرب من حروب إدارة الرئيس جون فيتجيرالد كينيدي الذي بداية من العام 61 900 وألف أرسل إلى فيتنام الجنوبي 15,000 من المستشارين العسكريين. حرب فيتنام تحيل في الذاكرة الأمريكية على ندوب وجروح عميقة استعصى اندمالها. كما في كل الحروب والصراعات التي شهدها ويشهدها العالم، تجري في الكواليس أمور كثيرة وتنشط قوى الظلال. وكما حرب الهند الصينية، حظيت حرب فيتنام بتغطية إعلامية مكثفة، وظهر متخصصون في هذه الحرب يزعمون معرفة خبايا فيتنام وأسرارها والإحاطة بما وراء كل التحولات التي عرفتها تلك الحرب. وكان الإعلام لدى الأمريكيين كما لدى الفيتناميين الشماليين وحلفائهم واجهة من واجهات هذه الحرب. في العام 65 900 وألف بعد تعرض مدمرتين أمريكيتين لنيران قوات فيتنام الشمالي في خليج تونكين، بدأ التدخل العسكري الأمريكي المباشر في حرب فيتنام. في تلك السنة تعاقدت مجلة تايم ماجازين مع صحفي فيتنامي يدعى فام تشوان أن، كان معروفا لدى الأمريكيين إذ تلقى تكوينا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 56 900 وألف وتدريبا في صحيفة ساكرامينتو بي في كاليفورنيا. عاما بعد ذلك عاد إلى سايغون وعمل مراسلا لوكالة أشوسيتد بريس ثم لوكالة رويترز. ظل فام تشوان آن حتى العام 75 900 وألف الفيتنامي الوحيد الذي يعمل لوقت كامل لوسيلة إعلام أمريكية، وكان شاهدا على سقوط سايغون، ولعله في غفلة من الأمريكيين أنفسهم ساهم في سقوطها.
ولد تشوان آن في 12 من سبتمبر من العام 27 900 ألف في بلدة بينهولا في الجزء الجنوبي من فيتنام. في العام 44 يافعا في 16 وجد فام تشوان آن نفسه يشارك في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي والاحتلال الياباني. كان وقتها يكلف من قبل الفيتمين جيش المقاومة الفيتنامية بنقل المراسلات، وكذلك بدأ مشواره مع العمل السري. الذين عرفوا فام تشوان آن عن قرب يذكرون رجلا بشوشا وهادئا وخدوما. كان أيضا صاحب نكتة، يعيش في انسجام تام مع من هم في محيطه من الفيتناميين والأمريكيين ومن سواهم، وكذلك كسب ثقة الجميع، وكانت تفتح له كل الأبواب بما فيها أبواب السفارة الأمريكية في سايغون، وكان مرجعا في الشؤون الفيتنامية، بل إن رجال المخابرات الأمريكية CIA كثيرا ما جاءوا يستشيرونه في بعض الأمور، ولم يكن يبخل عليهم بالمشورة والنصح. كان من خلال العلاقات التي أقامها مع العسكريين الأمريكيين من المستويات الرفيعة ومع من يتقلدون المسؤولية في القطاعات الحيوية الأخرى، كان يتمكن من الحصول على المعلومات التي تمكنه من الاطلاع على مجريات الأمور عسكريا وسياسيا. لم تحم حوله شكوك قط، كان الأمريكيون يعتبرونه صديقا وفيا، بل إنهم يرونه في تفكيره أمريكيا مثلهم. لعل الهدوء الذي كان يطبع شخصيته مما أبعد عنه كثيرا من الشبهات. حكى فام تشوان آن ذات مرة عن عودته من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فيتنام في العام 57 900 ألف. قال إنه فور عودته تلك اتصل به رفاق سابقون في الفيتمين وطلبوا منه أن يعمل على تزويدهم بكل المعلومات التي تتعلق بنشاط الأمريكيين في فيتنام. كان واضحا لديه أن المطلوب التجسس على الأمريكيين. قال إنه قبل القيام بذلك بدافع الروح الوطنية، إذ لم يكن يرى شرعية تذكر للوجود الأمريكي في فيتنام، وصار عميلا مزدوجا. كانت لحياته واجهة سرية استطاع الحفاظ عليها حتى سقطت سايغون. تقول كتابات صحفية إن فام تشوان آن استطاع النجاة لأنه حصن نفسه بكثير من الاحتياطات، من ذلك أنه كان هو من يختار السعاة الذين ينقلون رسائله ويأتون برسائل المسؤولين الشماليين، بل إنه لم يكن يتردد في رفض ترشيح من يرى اختيارهم غير آمن. كان يتحكم في كل تفاصيل حياته الخفية تلك، وكان محقا. شبكة السعاة والجواسيس التي كان يتحكم فيها كانت تضم 45 عنصرا، 27 منهم قتلوا أو اعتقلوا. كان فام تشوان آن يراقب الذي يحدث من حوله دون أن يفقد ذرة من هدوءه. بعد سنوات أفضى لمن حاوروه بسلوك كان يتبعه ويتقيد به أثناء فك شفرات ما يتوصل به من رسائل. قال مرة إنه كان يختبئ في دورة المياه ويغلق الباب بإحكام، حتى إذا ما حدثت مفاجأة فستكون لديه فسحة من الوقت يتخلص فيها من كل ما قد يسقط عنه القناع. لم يتخلى فام تشوان آن يوما عن كلابه، كان يختارها من فصيلة كلاب الرعاة الألمانية ويدربها على أن تصدر أنينا خافتا إن استشعرت حركة غير عادية كانت هادئة مثله. حين كان عليه أن يلتقي أحد العملاء المكلفين بالتواصل معه، وهو ما كان يتفاداه قدر ما يستطيع، فإنه كان حريصا على أن يتثبت هو نفسه من أن أيا منهما محط تقف أو مراقبة. كانت زوجته تتبعه عن بعد كلما ذهب لمثل تلك اللقاءات، مهمتها أن تبلغ المقاومة الفيتنامية إذا ما قبض عليها. وحدها زوجته وأمه كانتا على علم بنشاطه التجسسي، ولم يكن أي شخص آخر من محيطه العائلي يعلم بذلك.
لم يكن فام تشوان أن يحمل معه سلاحا ناريا بالرغم من امتلاكه مسدسا. كان يخشى أن يسيء استعماله إذ لم يتلقى في حياته أي تدريب عسكري حقيقي. لم يكشف الأمريكيون ولا حلفاؤهم من الفيتناميين الجنوبيين يوما هذا الوجه الآخر لفام تشوان أن، ذلك الذي تخفيه ملامحه الهادئة حتى أثناء المواقف الأكثر إثارة واستفزازا. كان دائما الابتسامة وهو ينصت إلى من يحاوره مستعدا للردود المقنعة الوافية. ومع انشغالاته الكثيرة لم يكن يتردد في الذهاب إلى المقهى حيث كان يلتقي زملائه الصحفيين ومعارفه من المثقفين والسياسيين والعسكريين أيضا. قد يكون حرصه على احترام بعض التقاليد من باب الحرص على الظهور بمظهر من يعيش حياة عادية، وكانت تلك المجالس التي يتردد عليها مناسبة يبرز فيها قدراته على تحليل الحوادث التي تتعاقب على المشهد الفيتنامي. كانت تلك التحاليل تحظى بإعجاب لا يخفيه زملاؤه ولا الدبلوماسيون أو العسكريون الذين يجالسهم. يحكى أن الجنرال فون غويان جياب الذي هزم القوات الفرنسية في معركة ديان بيانفو كان كثيرا ما يردد وهو يقرأ التقارير التي كان يبعث بها فام تشوان أن: نحن الآن داخل قاعة العمليات العسكرية الأمريكية. كان في جملة تلك التقارير البرنامج السري للحرب الأمريكية الخاصة في نسخته التي تعود إلى العام 61 والنسخ الخمس التي تلت حتى العام 63 900 وألف بكل التعديلات التي أدخلت على ذلك البرنامج. كل ذلك كان يكشف جوانب هامة من الخطط العسكرية الأمريكية في فيتنام ويمكن قيادة المقاومة الفيتنامية من تنفيذ عمليات استباقية. كانت الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية ذات آثار مدمرة ليس فقط في فيتنام الشمالي ولكن أيضا على اللاوس. في سياق تلك الاستراتيجية كانت عملية رولينج تاندر من بين الأعنف، وقد استهدفت فيتنام الشمالي مباشرة ولكنها لم تحل دون استمرار تدفق الإمدادات المواجهة إلى المقاتلين الشيوعيين في الجزء الجنوبي من فيتنام. في العام 73-900 وألف كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أتمت 8 سنوات من العمليات العسكرية المكثفة في فيتنام. ثقيلة كانت الخسائر المادية والبشرية، ولم يكن من خيار سوى إنهاء الحرب ثم التوقيع على اتفاقية باريس. ولكن المعارك بين قوات فيتنام الشمالي والقوات الجنوبية استمرت حتى العام 75-900 وألف ولم تنتهي إلا بسقوط العاصمة سايغون التي سيغير اسمها لتحمل اسم الزعيم الفيتنامي هوشيمين. قبل أن تسقط سايغون كان فام تشوان أن قد حرص على إخراج عائلته من المدينة، وبعد أن خسر الجنوبيون الحرب انتقل إلى هانوي حيث منح رتبة عقيد في الجيش، ولكنه سرعان ما انتبه إلى أن القادة الشماليين يبدون نوعا من القلق حيال العلاقات التي كانت تربطه بالأمريكيين. وكانت صدمته الأكبر أن الشيوعيين المنتصرين قرروا إرساله إلى معسكر لإعادة التأهيل، ثم إنه وضع في ما يشبه الإقامة الجبرية ومنع من كل اتصال بالخارج. كان ما يتقاضاه في أواخر حياته منحة تقاعده برتبة جنرال ولم تكن تتعدى $30. بعد اكتشاف حقيقته كان الأمريكيون من رجال المخابرات خاصة يدفعون ثمن سوء تقديرهم والسماح لهذا الجاسوس باختراقهم. في العام 2006 توفي فام تشوان أن وهو في 79 بعد إصابته بالتهاب رئوي.